طيب، المرة اللي فاتت كنا بناخد ازاي بنحسب الـ execution time على اعتبار ان هو ده اللي يمثل البرفورمانس. اتكلمنا عن ازاي احكم على جهاز كمبيوتر ان هو كويس، وقلنا اول معيار في الحكم على جهاز هو السرعة او عامل الزمن. المفروض ان الجهاز ينفذ الحاجة وقت قليل، وقعدنا ندخل في تفاصيل ايه هو الوقت، ازاي ان انا اخلي الجهاز ده ينفذ وقت قليل، محتاج احسن في الهاردوير ومحتاج احسن في السوفتوير، والوقت نفسه ممكن نقسمه وقت البروجرام نفسه الانستراكشنز اللي بتتنفذ، ده الحاجه الكنترولبل او الحاجه اللي انا اقدر اقيسها، والوقت اللي انا uncontrolled ما اقدرش اقيسه، ما اعرفوش بالظبط وممكن يكون متغير، اللي هو الوقت مثلا اللي بيتنفذ عند الاوبريتنج سيستم، او الوقت اللي يختص بعمليات الانبوت والاوتبوت وخلافه. وبالتالي حصرنا الجزء اللي نقدر نقيسه بس في الوقت بتاع الانستراكشنز بتاعت البروجرام. انا كاتب بروجرام، فانا بشوف الوقت بتاع الانستراكشنز اللي انا كاتبها بايدي. ودخلنا في مرحله ان احنا بنقيس الانستراكشن دي بتاخد كام كلوك سايكل، وانا عارف زمن الكلوك سايكل، لان هي ببساطه زمن الكلوك سايكل هو مقلوب الريت او الفريكونسي بتاعت الجهاز. انا عارف الجهاز بتاعي 1 جيجا هرتز مقلوب ال 1 جيجا هرتز 1 نانو سكند، يبقى دي زمن ال 1 كلوك سايكل. عرفت انا بقى كل انستراكشن عندي بتاخد كام كلوك سايكل، اقدر احسب الزمن بتاع السطور اللي انا كاتبها على الاقل يعني. غير كده بقى الحاجات التانيه ان كنترولبل ومش ثابته، وبالتالي انا بهمل حسابها او ما بدخلهاش معايا في الحسابات. وبالتالي بحكم على الجهاز البرفورمانس بتاعه كويسه، بمعنى ان وقت تنفيذ البروجرام اللي انا كاتبه قليل. واخدنا امثله على الكلام ده. عرفنا برضو ان البروجرام بيتكون من مجموعات من الانستراكشنز، يعني انا ممكن اصنف الانستراكشنز الاوامر اللي انت كاتبها في البروجرام الى مجموعات. مجموعه بتاخد زمن مقارب وليكن 1 كلوك سايكل، مجموعه بتاخد زمن 2 كلوك سايكل، مجموعه تاخد زمن 3 كلوك سايكل، على حسب بقى ايه التصنيف بتاع الماشين، الانستراكشنز بتاعت الماشين اللي احنا شغالين عليها. وبالتالي للحساب الاكثر دقه بنحاول بدل ما ناخد كده اجمالا الانستراكشنز بتاخد كام كلوك سايكل، لان هي مش موحده، بنحاول ان احنا نصنف الانستراكشنز وناخد بقى كل صنف مضروب في عدد كلوك سايكلز بتاعته علشان نجيب رقم اكثر دقه واكثر تعبيرا عن البروجرام بتاعنا. المثال اللي قدامنا اللي هو سلايد 25 اكسرسايز 6. A compiler designer is trying to decide between two code sequences for a particular computer. The hardware designers have supplied the fact that the computer has three different classes of instructions, A, B, C, which require one, two, and three cycles. يبقى عنده ثلاث انواع من الانستراكشنز. نوع سماه A بياخد 1 كلوك سايكل لكل انستراكشن. نوع B بياخد 2 كلوك سايكل لكل انستراكشن، ونوع C بياخد 3 كلوك سايكل. For a particular high level language statement, the compiler writer is considering two code sequences that require the following instruction counts. واحد بيكتب كومبايلر، يعني الهدف دلوقتي الراجل اللي عايز يعمل يقيس البرفورمانس او عايز يحسن البرفورمانس، هو بيكتب بيديفلوب الكومبايلر نفسه، البروجرام نفسه بتاع الكومبايلر. فعنده اثنين طريقتين لكتابه البروجرام. الطريقه الاولانيه انه يكتب البروجرام يتكون من اثنين انستراكشنز من كلاس A، يعني بغض النظر اثنين ده رقم قليل، ممكن يكون 2 مليون يعني، بس المهم يعني هو هنا مكتوبه اثنين، واحد انستراكشن من كلاس B واثنين انستراكشن كلاس C. الطريقه الثانيه اللي كتبت البروجرام بيحقق نفس الهدف، انه يكتب اربعه انستراكشنز من كلاس A، واحد من كلاس B،
واحد من كلاس سي. التو بروجرامز هيحققوا له الهدف، هينفذوا له اللي هو عايزه، بس مين فيهم اللي هيتنفذ في وقت اقل؟ يبقى محتاجين حسب المعادلات اللي شفناها قبل كده نشوف انهي كود سيكونس اكسكيوتس the most instructions. اول سؤال ده which code sequence executes the most instructions، ده مش الوقت الاقل، ده اكتر عدد من instructions موجود. which code sequence will be faster، يبقى ده الوقت الاقل. which what is the CPI for each sequence، وكل نوع كل بروجرام فيهم هنجيب له المتوسط عدد clock cycle لكل instruction ونشوف يعني اجابه السؤال هو ايه هو متوسط عدد clock cycle average CPI كلوك سايكل بير انستراكشن لكل كود. طيب بالنسبه لحل المساله طبعا موجود في السلايد اللي بعديها وانتم معاكم اوريدي، انا بعت ليوسف السلايد، ففي السلايد 26 الكود الاولاني بيستخدم اثنين من الكلاس A وواحد من كلاس B واثنين من C، يعني خمسه انستراكشنز كعدد، يعني كده بتعد السطور وكل سطر انستراكشن، بينما الثاني 4 زائد 1 زائد 1 ب 6. يبقى لو احنا بنحكم بعدد الكود، يعني لو انت بتحكم بطول البرنامج، فالبرنامج الاولاني عدد السطور بتاعته او عدد الاوامر اللي فيه اقل من الثاني، الاولاني 5 والثاني 6. تخيل ان هم 5 مليون و6 مليون، لان البروجرام مش بيبقى خمس سطور وست سطور بس، يعني انما عدد كبير يعني. فلو هو بروجرام كبير بالمليون عادي، يعني مش مجرد عشرات ولا مئات. السؤال الثاني انهي بقى الاسرع؟ عشان احسب الاسرع معنى كده ان انا محتاج اجيب عدد الانستراكشنز لكل عدد الكلوك سايكلز لكل انستراكشن. فاحنا قلنا النوع A فيه واحد كلوك سايكل، النوع B فيه اثنين كلوك سايكل، النوع C فيه ثلاثه كلوك سايكل. فبضرب النوع A في البروجرام الاولاني كان اثنين انستراكشن وكل واحده كلوك سايكل، يبقى اثنين في واحد. النوع B كانت 1 انستراكشن وكل واحده فيهم اثنين كلوك سايكل. النوع C 2 instruction كل واحدة 3. زي ما انتم شايفين المعادلة طلعت 10 cycles البروجرام الأولاني وطلعت 9 cycles البروجرام الثاني. يبقى إذا البروجرام الأولاني على الرغم إن هو أقل في عدد الانستراكشنز إلا إنه أزيد في الوقت، أزيد في عدد الكلوك سايكلز. يعني هو عايز يدينا indication أو ملحوظة إنه مش شرط إنك كاتب كود أقل إنك تكون بتاخد وقت اقل، مش شرط، وارد انه يحصل انك كاتب كود اقل من واحد تاني ومع ذلك تنفيذ البروجرام بتاعك بياخد وقت اطول. ليه؟ حسب نوع الانستراكشنز اللي انت نقيتها. طيب السؤال الثالث وات از ذا سي بي اي اللي هو الافريج كلوك سايكل بير انستراكشن. طيب بالنسبه للبروجرام الاولاني البروجرام على بعضه كده بياخد 10 سايكلز بمختلف انواع الانستراكشنز اللي فيه، وهو اصلا فيه خمسه انستراكشنز، يبقى 10 على 5 يبقى بالمتوسط 2 كلوك سايكل لكل انستراكشن. بينما البروجرام الثاني المتوسط بتاعه 1.5 9 على 6 1.5 كلوك سايكل لكل انستراكشن. لو حد عنده تساؤلات يوقف، انا اذروايز انا شايف الموضوع بسيط وسهل وتطبيق مباشر، وبالتالي بروح للي بعده. الاكسرسايز اللي بعده Our favorite program runs in 10 seconds on computer A which has 2 gigahertz clock. يبقى عندنا program علشان ما نعرفش عدد الانستراكشنز فيه كام، لكن لما جينا نشغله اخد 10 ثواني على الكمبيوتر اللي اسمه A، والكمبيوتر A ده الجيجا هرتز بتاعته سرعته او يعني اللي هي معدل الكلوك سايكلز بتاعته 2 جيجا، 2 بليون cycle في الثانيه. We are trying to help a computer designer build a computer B which will run this program in 6 seconds. واحد ده بيصمم كمبيوتر ثاني B عشان ينفذ نفس البروجرام اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي هو بياخد 10 ثواني، بس عايزينه في الكمبيوتر الجديد هياخد 6 ثواني بس. The designer has determined that a substantial increase in the clock rate is possible. وهو بيصمم قعد يدرس كده الموضوع لقى انه محتاج يزود الكلوك ريت، يعني ال 2 جيجا هرتز مش كفايه محتاجه تزيد، يخليها بقى 2.5 يخليها 3 لازم تزيد.
But this increase will affect the rest of the CPU design, causing computer B to require 1.2 times as many clock cycles as computer A for this problem. ولكن الزيادة في clock rate هتؤدي إلى زيادة 1.2 يعني 120% في عدد clock cycles عن الكمبيوتر الأولاني اللي هو إيه؟ What clock rate should we tell the designer to target؟ يبقى تاني عندنا كمبيوتر مسمينه إيه؟ بنرن عليه بروجرام بياخد 10 ثواني والكمبيوتر ده الكلوك ريت بتاعته 2 جيجا هرتز. راجل عايز يصمم كمبيوتر تاني جديد هينفذ البروجرام نفس البروجرام هياخد 6 ثواني بس يبقى الوقت هيقل. ولكن البروجرام الجديد ده لابد او لقى انه لازم هيكون الكلوك ريت بتاعته اعلى من الاولاني وعدد الكلوك سايكلز اللي في كمبيوتر بي هتبقى اكتر ب 1.2 مره من كمبيوتر A. ايه هو بقى الكلوك ريت بتاعت كمبيوتر بي؟ لما اشوف سؤال زي ده وانتوا عندكم اجابته يعني في السلايد اللي بعديها بس لازم افكر في المعادلات اللي عندي. انا عندي المعادله الاساسيه اللي هي بتتفرع وبتتشكل لحاجات كتيره بس هي معادله اساسيه ان الاكسكيوشن تايم او السي بي يو تايم. ما هو الاكسكيوشن تايم احنا حددناه او خصصناه في السي بي يو تايم بس اللي هو بينفذ الانستراكشنز اللي عندي بيساوي ثلاث حاجات مضروبه في بعض. عدد الانستراكشنز في عدد الكلوك سايكل بير انستراكشن في زمن الكلوك سايكل او مقلوب الكلوك ريت. اقدر اكتبها للكمبيوتر A اللي هي بتساوي 10 ثواني واقدر اكتبها للكمبيوتر B اللي هو بيساوي 6 ثواني. يبقى لو رحنا على طول على الحل في السلايد اللي بعديها السي بي يو تايم عباره عن سي بي يو كلوك سايكلز اللي هي مضروب حاجتين في بعض مضروب عدد الانستراكشنز في عدد الكلوك سايكلز لكل انستراكشن. ده يديني عدد الكلوك سايكلز الاجماليه للبروجرام مقسومه على كلوك ريت اللي هي يعني احنا قلنا ثلاث حاجات مضروبين في بعض عدد الانستراكشنز في عدد في المتوسط عدد الكلوك سايكل لكل انستراكشن. ده يدينا السي بي يو كلوك سايكلز يدينا عدد اجمالي عدد كلوك سايكلز للبروجرام مضروب في حاجه ثالثه اللي هي زمن الكلوك سايكل او مقلوب الكلوك ريت. عشان كده هو قاسمها على كلوك ريت لان هي دي اللي موجوده عندي في المساله. ده بالنسبه للكمبيوتر A بيساوي 10 ثواني. من الجزئيه دي بنستنتج انه عدد الكلوك سايكلز للبروجرام لما بيرن على كمبيوتر A بيساوي 10 في الكلوك ريت اللي هي 2 جيجا هرتز يعني 2 في 10 اس 9 يعني ده بيساوي 20 في 10 اس 9 كلوك سايكلز. نفس البروجرام هرنه على كمبيوتر بي بس المره دي هياخد 6 ثواني وهو طبعا نفس المعادله عدد الكلوك سايكلز بس المره دي عدد الكلوك سايكلز هيختلف بتاع بي والكلوك ريت اللي احنا المجهول اللي احنا عايزين نطلعه موجود في المعادله معايا. يبقى الكلوك ريت اللي انا عايز اطلعها بتاعت كمبيوتر بي هتساوي عدد الكلوك سايكلز بتاع بي اللي هو عباره عن 1.2 في عدد الكلوك سايكلز بتاعت A يعني 1.2 في 20 في 10 اس 9 مقسوم على ال 6 اللي هي الزمن اللي هياخده في كمبيوتر بي. طلع انه لازم ان الكلوك ريت بتاع الجهاز بي يكون 4 جيجا هرتز. عشان يحقق الكلام ده لابد انه الجهاز الجديد يكون الكلوك ريت بتاعته 4 جيجا هرتز يعني ضعف الاولاني. ضعف المساله ساعات بتبدو غريبه وساعات الناس بتتوه انا مش عارف اوصل ازاي اجيب له الحل بس هو في الاخر انت لو بصيت هتلاقيه بيطبق معادله واحده بس بيقعد يشكل فيها. هي معادله واحده سي بي يو تايم بيساوي ثلاث حاجات مضروبه في بعض. ممكن يكون عندك بقى ايه من الحاجات دي على حسب المساله. انتوا معايا؟ معاك يا دكتور.
الاكسرسايز اللي احنا عاملين نحلها دي هي المفترض انها تكون في التوتوريال. يعني انا دلوقتي مش المفروض في المحاضره اقعد امشي على كل اكسرسايز، انا يعني يعني ده يعتبر كاني بدي التوتوريال دلوقتي، بس يعني انا بعمل الكلام ده عشان اكد و يعني ازود عندكم الجزئيه بتاعت ازاي نفهم تطبيق المعادلات. وغالبا في جزء من الاكسرسايز دي هتلاقوه مخطوط تاني في التوتوريال. عندنا 8 و9. طيب 8 بيقول suppose we have two implementations of the same ESA اللي هي instruction set architecture. احنا قلنا الانستراكشن سيت معناها ايه؟ معناها list of instructions اللي بتتنفذ على جهاز معين. واركتكتشر معناها البناء او العماره، يعني معناها التركيبه بتاعت الانستراكشنز دي وتواصلهم مع بعض، ارتباطهم ببعض زي العماره المبنيه كده. instruction set architecture مجموعه الانستراكشنز التي يتم تنفيذها على جهاز معين، وهي مجموعه مترابطه يعني بتكمل بعضها، عشان كده اسمها instruction set architecture. عندنا طريقتين لتحقيق نفس الانستراكشن سيت، عندنا ليست انستراكشنز ممكن نحققهم بطريقتين، تو امبلمنتيشنز، يعني اصمم جهاز اعمل هاردوير، اثنين هاردوير يحققوا نفس الليست اوف انستراكشنز. الطريقه الاولانيه اللي هي سميناها كمبيوتر ايه، هذا كلوك سايكل تايم اوف 250 بيكو سكند، بيكو اللي هي 10 اس ناقص 12، اند سي بي اي اوف 2 متوسط عدد الكلوك سايكل لكل انستراكشن 2 فور سم بروجرام. كمبيوتر بي هاز كلوك سايكل تايم اوف 500 بيكو سكند. الطريقه الثانيه الكمبيوتر الثاني اللي بيحقق نفس الليست اوف انستراكشنز بس هيبقى كلوك ريت بتاعته 500 500 بيكو سكند اند سي بي اي اوف 1.2 فور سم بروجرام. ويتش كمبيوتر از فاستر فور ذيس بروجرام اند باي هاو ماتش، انهي فيهم الاسرع؟ معنى كده انا محتاج اجيب الوقت اللي هيتم تنفيذ البروجرام فيه على الاولاني وعلى الثاني واشوف مين الوقت الاقل، هو ده الوقت الاقل هو ده الاصل. طب والوقت ده اجيبه ازاي؟ ثلاث حاجات مضروبين في بعض، الافريج كلوك سايكل بير انستراكشن اللي هي سي بي اي، في عدد الانستراكشنز، في زمن الكلوك سايكل الواحد. انا عندي اثنين وما عنديش الثالثه، عدد الانستراكشنز مش عندي، انا عندي السي بي اي وعندي زمن الكلوك سايكل. في الكمبيوتر ايه زمن الكلوك سايكل 250 بيكو سكند والسي بي اي 2، في الكمبيوتر بي زمن الكلوك سايكل 500 والسي بي اي 1.2، مع ما عنديش عدد الانستراكشنز. انا مش محتاج في المقارنه هنا عدد الانستراكشنز لان هو ببساطه ثابت لان هو نفس البروجرام، وبالتالي لما اجي اقارن انا مش محتاج ان انا اعرف عدد الانستراكشنز لان في المقارنه يكفيني الحاجه الاجزاء اللي هي المختلفه. فلو بصينا هنا على الحل هتلاقيه جايب لكمبيوتر ايه طبق المعادله ضرب الثلاث حاجات في بعض، طبعا عدد الانستراكشنز اللي هو سي مجهول ونفس الكلام لبي، ولما بيجي يقارن بيقسم عايز يجيب البرفورمانس بتاع ايه نسبه لبي، يبقى بيساوي الاكسكيوشن تايم بتاع بي نسبه لايه؟ قسم ده على ده فعدد الانستراكشنز طار، فاصبح النسبه باين فيها بس الاثنين التانيين، وبالتالي طلع انه ايه اسرع من بي بمره واثنين من عشره 1.2، الوقت بتاع ايه اقل من بي وبالتالي ايه اسرع من بي. المساله اللي بعديها 9، consider program B which runs on a 1 gigahertz computer M in 10 seconds and optimization is made to be replacing all instances of multiplying a value by 4 with two instructions that set x to x plus x twice.
call this new optimized program B dash. After recompiling, the program now runs in 9 seconds on computer M. The CBI of a multiply instruction is 4 and the CBI of an add is 1. How many multipliers were replaced by the new compiler? دي من المسائل اللي يعني بتحمل قدر كبير من العمق والتفكير ومحتاجه بس ايه واحد يكون مركز وفايق. بيقول لك عندك بروجرام هو مسميه بي، لما جه يرنوا ينفذوا على كمبيوتر ام، والكمبيوتر ام ده الكلوك ريت بتاعته 1 جيجا هرتز، اخذت 10 ثواني. يبقى انا اقدر اجيب، انا عندي ال 10 ثواني اللي هو السي بي يو تايم بيساوي ثلاث حاجات المضروبين في بعض. افريج سي بي اي مضروبه في عدد الانستراكشنز مضروبه في الواحد الزمن كلوك سايكل واحده، او واحد على الكلوك ريت اللي هو 1 جيجا هرتز. طيب الراجل كده قعد يبص على البروجرام بي ده وقال انا ممكن اخليه يتنفس وقت اقل. ازاي؟ مسك احد الانستراكشنز اللي موجوده اللي هي كانت ملتبلاي، وقال هي كانت ان هو بيضرب رقم في 4، وقال ان انا ممكن استبدلها باتنين انستراكشن جمع، ان انا اجمع الرقم على نفسه واجمعه على نفسه تاني كده كانه ضربه في 4. يبقى شال انستراكشن وعمل لها ريبليس باتنين انستراكشن. دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ حاجه حلوه طبعا. احنا قلنا هو زود عدد الانستراكشنز، بس ده مش معناه ان هو زود الوقت، بالعكس هو بيقول لي هنا ان هو قلل الوقت. ليه؟ لان هو بعد ما عمل الحركه دي لقى ان البروجرام عموما بيرن في 9 ثواني، بدل ما كان بيرن في 10 ثواني بقى بيرن في 9 بس. علما بان الانستراكشن اللي شالها كانت بتاخد 4 كلوك سايكل، والانستراكشن هو بدلها باثنين اد، شال الملتبلاي وبدلها باثنين اد، كل واحده اد بتاخد 1 كلوك سايكل، وبالتالي فعلا هو شال حاجه بتاخد 4 كلوك سايكل وحط بدلها حاجتين بياخدوا 2 كلوك سايكل، فطبيعي ان هو كده قلل عدد الكلوك سايكلز. عشان كده ده سمع في التايم التوتال بتاع البروجرام، بدل ما بياخد 10 ثواني بقى بياخد 9 ثواني. How many multipliers were replaced by the new compiler؟ هو البروجرام بقى اللي هو اللي جواه الكلام ده كله ما كانش عباره عن multiply بس، كان عباره عن multiply وحاجات ثانيه. يعني الانستراكشنز اللي جوه البروجرام كانت حاجات كتير قوي، من ضمنها الانستراكشن اللي هو عمل لها ريبليس. في بقى كام واحده من الانستراكشن دي موجوده في البروجرام؟ فاهمين السؤال؟ حد يرد عليا عشان السؤال مش سهل، فانا عايز بس اتاكد ان هو واصل السؤال نفسه بغض النظر عن الاجابه. بس فاهمين يا دكتور؟ طيب إجابة السؤال هي طبعا برضه في السلايد اللي بعديها وهي موجودة معايا. احنا عندنا معلومة عدد الكلوك سايكلز للمالتبلاي انستراكشن، ولما استبدلها باتنين اد اللي هو كانت 4 بقت 2، وفي نفس الوقت المعلومات الثانيه اللي عندي، عندي كلوك ريت بتاعت الجهاز، والجهاز ما اتغيرش هو نفس الجهاز، و وعندي السي بي عندي السي بي قلناها خلاص، وعندي الوقت اللي بياخد البروجرام